بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من كورس VMware Syn App. تعرفنا في الدروس اللي فاتت عن Introduction عن الابليكيشن الخاص بإنشاء البورتبل ابليكيشنز من شركة VMware وهو السين اب. تعلمنا بعد كده ازاي نقدر نعمل deployment وازاي نكريت بيه بورتبل ابليكيشن، نعمل كابتشر لبرنامج معين، وشوفنا في الفيديو التالت تطبيق كبير شوية في ازاي نقدر نعمل بورتبل ابليكيشن لتطبيق ضخم زي الاوفيس 2010. في درسنا الرابع هنتعلم ازاي نقدر نعمل ديبلوي للبورتبل ابليكيشن. احنا دلوقتي عملنا بورتبل ابليكيشنز، الابليكيشن ده باي صوره بشكل ما احنا عارفين، احنا كنا ممكن نطلعه باكس اي فايل، ام اس اي، او كومبريزد. الفايل ده عاوزين نحطه على اجهزه اليوزر او اليوزر يستخدمه. طبعا استخدامه سهل جدا، ان انت ممكن تاخده على جهاز كوبي كده على اي بارتيشن عند اليوزر، ويقدر دبل كليك عليه هيفتح الابليكيشنز، او اليوزر ياخده كام اس اي يعمل دبل كليك عليه يعمل له انستليشنز عندك موجود في البروجرام فايل واندرويد بروجرام وغيرها، او ممكن ياخده على فلاشة ويوصله في اي جهاز ايا كان هو بيتحرك، ويوصله على اي جهاز بيقعد عليه ويقدر يفتح الابليكيشن ده وغيرها من الطرق. هنشوف هنا في الدرس بتاعنا طرق إضافية لعملية الأكسس الخاصة بالبورتابل أبليكيشنز. شفنا في الدروس اللي فاتت إن اليوزر ممكن ياخد الأبليكيشن ده بعد ما عملناه ويعمل دبل كليك عليه على أي جهاز عندنا ويقدر يشتغل. هنشوف في طرق تانية أدفانسد إلى حد ما وسهلة عندنا شوية بالذات في الشركات الكبيرة. الشركات الكبيرة طبعا موضوع إن اليوزر ياخد الملف ده عنده هتلف على أجهزة كتير جدا عشان تعمل عملية كوبي عندنا، او ان اليوزر يفتحه عن طريق النتورك ده ممكن يسبب مشكلة في الترافيك عندنا لو حجم الملف كبير عندنا. فنشوف دلوقتي اكتر من اسلوب بنقدر نستخدمه عشان نعمل بيه ديبلوي للابليكيشن ده عند اليوزر. طبعا احنا نقصدنا مش ديبلوي هنا ان احنا نعمل انستليشن للابليكيشن، لا طبعا البرنامج ده بورتبل اوكي خلاص انتهى الموضوع ده، انما ازاي اليوزر يقدر ياكسس البورتبل ابليكيشن ده؟ هل هو يقدر ياكسسه مباشرة لوكال على جهازه، او هيقدر يفتحه عن طريق الشير، او البرنامج ده هيظهر عنده بشكل اوتوماتيك عن طريق سكريبت معين او جروب بوليسي او برامج تقدر تعمل الموضوع ده ثيرد بارتي ابلكيشنز. بالاضافه لبعض الاساليب التانية الابلكيشن الاضافيه ممكن تعمل لك الموضوع ده، زي برنامج في ام وير فيو بيقدر يعمل انتجريشن مع الزين اب ويقدر يظهر الابلكيشن ده عنده، وبرنامج ضخم جدا اسمه هورايزون ابلكيشن ده هنتعرف عليهم ان شاء الله كل واحد في درس على حده، وناخد فكرة عنهم قدام شوية واحنا بنتكلم دلوقتي. طيب عندنا الابليكيشن دلوقتي، لو جينا بصينا كده على الابليكيشن البورتابل عندنا، ده على سبيل المثال عندنا اكتر من ابليكيشن بورتابل. ممكن يكون الابليكيشن بورتابل له ملف اكس اي يحتوي الكونتنت بتاع الابليكيشن ككل، او يطلع في صورة ملف ام اس اي، او يطلع في صورة ملفات اكس اي لكن الكونتنت بتاعها موجود في ملف دوت دي اي تي. وطبعا ده كنا شرحناه في الدرس الثاني عندنا، الثلاث انواع عندنا في ان انت بتطلعهم بالابلكيشن بورتبل في ثلاث صور عندنا، ايا كان الاسلوب ايا كان الصوره مش هتفرق معانا هنا. على سبيل المثال احنا عايزين نفتح اي ابلكيشن، بتضغط عليه دبل كليك بيحصل عمليه لودنج عندنا للابلكيشن ده ويفتح بشكل اوتوماتيك. لاحظ طبعا هو حجمه صغير هنا، طبعا هو مش 45 كي طبعا، لكن الداتا بتاعته موجودة في الملف في الدي اي تي عندنا. وعلى فكرة كل الابلكيشن ديت مشتركين في الداتا فايل بتاعهم جوه فايل واحد، يعني مش لازم كل واحد اكس اي يكون ليه ملف دي اي تي منفصل عنده. طيب دلوقتي اليوزر عندنا ممكن يفتح الابلكيشن بالطريقة دي، دبل كليك عليه الملف ده او الفولدر ده موجود عنده، او اي برنامج عاوز يفتحه دبل كليك عليه ويفتحه بالشكل ده وانتهى الموضوع. طبعا ده اسلوب مش خطأ ولا حاجة، أو ممكن تطلعه كملف ام اس اي ويعمل دبل كليك عليه هتلاقيه ظهر له جوه البروجرام فايل، وظهر له في الكاميرا الستارت، وظهر له في اد انتر بروجرام وعلى الديسك توب، يعني بيحسسه بأن البرنامج ده معمول له انستليشن على الجهاز بتاعه فعليا، مع ان هو طبعا بورتبل في النهاية. ده طريقة تانية. والطريقة التالتة اللي هي كومبريز، هي برك نفس الاكس اي لكن طبعا بيوفرها في الباندوث لو انت بتفتحها من خلال النتورك. ده الطرق اللي هي اللوكال، ان اليوزر عنده الفولدر ده موجود على جهازه بيأكسس الابلكيشن لوكال عنده. طيب لو احنا قلنا دلوقتي ان اليوز الابلكيشن ديت مش عاوزين نحطها عند اليوزر، انما الابلكيشن ده عاوزين نحطها على سيرفر، وده لا ممكن يكون ليه عدة اسباب. ان الجهاز بتاع اليوزر ده ما فيهوش سايز، او ان الجهاز بتاع اليوزر ده
مش عاوزين نحط عليه اي داتا بتاعتنا. الجهاز ده بس جهاز يقدر عليه ويندوز مش اكتر، وكل شغل اليوزرز بيتم من خلال السيرفر. كالداتا عندنا بتتحفظ على السيرفر والابليكيشن موجود على السيرفر. ونقطة تانية برضه مهمة لفايدة موضوع ان اليوزر بيفتح الابليكيشن من خلال الشير، ان احنا لو عاوزين نحدث البرنامج عندنا مثلا كيو اف تي بي، لو ننزل مثلا فيرجن 9 او غيره، لو احنا عاملين كوبي كده وموزعين النسخ بتاع الابليكيشن ده على جست يوزر وعملنا بورتابل ابليكيشن لنسخه جديده، هنضطر نلف على كل يوزر ونعمل لهم كوبي للنسخه الجديده ونشيل قديمه. لكن طبعا لو النسخه دي نتورك موجوده على السيرفر، اليوزر طبعا بيجي كل يوم ياكسس السيرفر بتاعنا، مش هنحتاج الراجل ادمنستريتور اكتر من هو يعدل النسخه اللي موجوده على السيرفر، بس نسخه واحده بتتعدل وكل اليوزر بياكسسها عندنا. طريقه الاكسس طبعا ديت ليها اكتر من شكل. طريقه الاكسس البسيطه ان هو ببساطه هيجي يعمل اتنين باك سلاش، لو مثلا راح على سيرفر تاني كده عندنا، السيرفر ده تاني كده، لو جينا هنا فتح البورتابل ابلكيشن، فتح اتنين باك سلاش مثلا على اسم السيرفر على الفولدر في الابلكيشن على سبيل المثال، ده باص نتورك، من هنا يقدر يفتح الابليكيشن بتاعه. ده اسلوب عندنا، والاسلوب ده يسمى ليه كذا اسم. يعني في ناس تقول لك نتورك اكسس او شورت كات، ان انا ممكن اخد هنا شورت كات للابليكيشن ده هنا على الديسك توب على سبيل المثال. في الحالة ديت اليوزر مش هيفتح الشير حتى، انما اليوزر مباشرة هيروح يفتح الشورت كات ده فيفتح له الابليكيشنز، فحتى انا بسميها يا اما شورت كات يا اما بنسميها نتورك يا اما بنسميها اسم ثالث كده مش مشهور شوية، لكن لما نتكلم عليه في الدرس الخاص بالفيم وير فيو بنسميها الستريمينج. الستريمينج هي عبارة عن ان اليوزر بيفتح الابليكيشن بتاعه ده من خلال اكسس نتورك، مش بيكون موجود على الجهاز بتاعه فعليا لوكال. فالاسلوب ده ممكن نسميه نتورك ستريمينج او شورت كات، ان اليوزر بيأكسس الابليكيشن من خلال النتورك عندنا. ايه مميزاتها؟ مميزاتها طبعا ان اليوزر مفيش اي داتا موجوده عنده على جهازه، ان اليوزر لو في اي تحديث او اي ابديت للابليكيشن بيتحدث بسهوله جدا من خلال السيرفر عندنا. وليه طبعا فوائد تانية لما نشتغل في الفي ام وير فيو. لما نتكلم من خواص الفي ام وير فيو، لما نعمل في دي اي تكنولوجي، ان الجهاز الخاص بينا مش عاوزين نملاه ابلكيشن، مش عاوزين، لان الويندوز بتاع اليوزر اساسا بقى فيرشواليزيشن، فاحنا برضك عاوزين الابلكيشن اللي جوه الويندوز ده تبقى فيرشواليزيشن. فالسوليوشن بتاع الفي ام وير فيو ليه جزء خاص، وده شرحناه في كورس الفي ام وير فيو. لو رجعنا كده للدرس الخاص بيه شرح فيه ازاي نقدر نعمل انتجريشن بورتابل زين اب بورتابل ابلكيشن وبين الفي ام وير فيو، حته مهمه في غايه الاهميه عندنا. واي حد بيهتم بتكنولوجيا الفي دي اي لازم يفهم الارتباط بين الزين اب والفي ام وير فيو، وده هنشوفه في الدرس القادم ان شاء الله. وليه فايده ثانيه ان شاء الله لما نشوفها، لما اليوزر ياكسس البورتابل ابلكيشن بتاعه ده او الابلكيشن عندنا من خلال ويب سايت وهو الهورايزون ابلكيشن مانجر. احنا عرفنا ان الهورايزون ابلكيشن مانجر ده ابلكيشن ويب انترفيس بنعمل بين لينكت للشيرد فولدر اللي هو فيه البورتابل ابلكيشن جوه السايت ده اللي هو بيعمله الهورايزون ابلكيشن، واليوزر بيفتح السايت ده ويشوف الابلكيشن اللي معمول لها بورتابل وبيضغط على الابلكيشن ده ويفتح الابلكيشن ديت اوفر نتورك عن طريق الشير. طبعا دي حاجة يعني جميلة جدا وفي غاية الراحة، وهنشوفها مع بعض إن شاء الله، مفيدة جدا طبعا للناس اللي بتتنقل على كمبيوترات كتير وعاوزة تأكسس الأبليكيشن ده ومعهاش الباص نتورك. من خلال الويب سايت ومن خلال أي مكان في الدنيا ممكن يفتح الويب سايت ويأكسس الأبليكيشن ده أوفر نتورك عندنا. بالإضافة برك للناس اللي شغالة على الموبايلات، لو الموبايل بتاعك سبورت الهورايزون أبليكيشن كلاينت يقدر يفتح الأبليكيشن بتاعنا من خلال الأبليكيشن مانجر هورايزون. طبعا ده هنتكلم عليها في الدرس السادس ان شاء الله. نرجع لموضوعنا، يبقى دلوقتي شفنا ازاي نقدر نعمل اليوزر اكسس الابلكيشن بتاعه عن طريق لوكال او شيرد نتورك اللي بنسميها ستريمنج او شورت كات او نتورك عندنا. في طريقه ثالثه ان احنا عاوزين نخلي اليوزر اكسس الابلكيشن ده بيظهر عنده على جهازه بشكل اوتوماتيك، يعني
مش لازم اليوزر يروح يفتح الشر، يعمل شير كده 2 باك سلاش ويكتب اسم السيرفر وهكذا عشان يفتح الباص اللي فيه الابليكيشن البورتابل بتاعه. انما احنا عاوزين ايه؟ عاوزين ان اليوزر يفتح جهازه ويلاقي الابليكيشن موجود. طيب هيشوفه ازاي موجود، او ازاي الجهاز ده يعرف الابليكيشن ده، او انا اعرف الابليكيشن ده مع جهاز ازاي؟ ده طبعا عن طريق سكريبت. في سكريبت كده هنقدر نكتبه من خلاله، هنعمل حاجه اسمها ريجستر الابليكيشن ده البورتابل جوه جهاز الويندوز بتاع الكلاينت. ده عن طريق امر اسمه زين ريج. زين ريج دوت اكس اي ده عباره عن برنامج كده بيبقى موجود، او يعني ملف كده وحيد حتى دوت اكس اي بيبقى موجود باي ديفولت جوه السيت اب بتاع السين اب جوه البروجرام فايل. باخد الملف ده وانشغله دلوقتي في داخل ملف باتش فايل بيشير الى برنامج معين. فلما البرنامج ده يشتغل او الباتش فايل ده يشتغل بيخلي الابليكيشن ده يحصل له ريجستريشن جوه الماشين بتاع اليوزر. ازاي نقدر نعمل الكلام ده وازاي نقدر نعمله جوه الجروب بوليسي هنشوف دلوقتي. عندنا لو فرضنا على سبيل المثال ده برنامج زين ريج، لو خدناه كوبي كده وليكن على سبيل المثال عاوزين ننصب برنامج الويب كام ماكس ده نعمل له ريجستر على اجهزة اليوزر عندنا. نكتب ازاي الملف ريجستر؟ نفتح كده ملف نعمل باتش فايل نسميه مثلا على سبيل المثال زين ريج. الملف ده هنكتب فيه سطر بسيط كده، هنكتب فيه طبعا الباص بتاع ملف الزين ريجستر اللي هو اسم السيرفر او الاي بي بتاع السيرفر، ونكتب هنا الباص الخاص بالابليكيشنز موجود بردك على النتورك برنامج البورتبل بتاعنا. فورورد سلاش على ايه؟ ايه يعني اول يوزر عندنا؟ هنعمل كل الكلام ده هنا عشان في سبيس. سيف ونغير الاكستنشن بتاع الملف ده الى دوت بي اي تي. يبقى دلوقتي نشوف الامر تاني هو عبارة عن ايه. الباص الخاص ببرنامج الزن برنامج او الابلكيشن اللي يعني اكس اي فايل اللي هو السين ريج ده اللي بيبقى مسؤول عن تسجيل الابلكيشنز البورتابل، وبعد كده بنكتب الباص الخاص بالبورتابل ابلكيشن. لو عندنا اكتر من برنامج بنكتب الامر ده اكتر من مره تحت بعض، مع طبعا ان الباص ده ثابت عندنا اللي هو ملف ريج عندنا. طبعا ده اوفر نتورك كله لان هيتعمل اوفر نتورك عندنا. طيب نعمل كده خلصنا. لو رحنا كده عند اي جهاز فاضي زي الجهاز ده مثلا، لاحظوا الجهاز ده ما عندوش اللي هو الويب كام ماكس. لو جينا دلوقتي شغلنا الامر ده عنده دبل كليك عليه الامر هيشتغل. ودلوقتي ايه اللي حصل؟ برنامج الويب ماكس ظهر عندي. ظهر ازاي؟ شوف اللوكيشن عندنا المكتوب ان البرنامج ده موجود هنا على الباص ده. طب مين اللي قال على الباص ده ومين اللي حط شورت كات على الجهاز الخاص بالكلاينت برنامج ابلكيشن اللي اسمه زين ريج اللي هو الاكس اي فايل ده اللي موجود جوه البروجرام فايل جوه برنامج السين اب ده. لما نعمل دبل كليك دلوقتي اكني بفتح البرنامج ده مباشره من الباص عندنا اللي هو ده. اوكي ده الاسلوب عندنا. لو عاوز اشيل البرنامج ده خلاص مش عاوزه بعدل في الملف ده، بنشيل ملف الـ A بنغير الـ A عندنا لو احتاجنا نعمل أنا انستول للابليكيشن اللي عملناه لدبلوي. ببساطة جدا بنيجي هنا في الملف الباتش رايت كليك وإيديت وبنغير الاوبشنز من A الى U، U لي ان انستول، ونسيف ونشغل الابلكيشن مرة تانية. هنلاقي البرنامج اتحذف من عند الكلاينت عندهم.
طبعا ده الكلام جميل وكل حاجة، شيء رائع وتولز جميلة جدا وسهلة جدا، ممكن أي ادمنستريتور يعملها على الماشين بتاع اليوزر، بس أنا لاحظت إن هو بيشتغل بمانيوال، إن اليوزر لازم يعمل دبل كليك عشان يشتغل. طيب إيه رأيكم ندخل الموضوع ده جوه الجروب بولسي؟ يعني شفنا السكريبتنج، عن طريق السكريبت نقدر نعمل ديبلوي للأبلكيشن ده عند الكلاينت. طب إيه رأيكم نعمل الجروب بولسي؟ طبعا الجروب بولسي معروف عندها من زمان، إن مايكروسوفت عاملة جروب بولسي كده فيها تولز اللي هي عن طريقها تقدر تعمل ديبلوي للابلكيشن، لكن طبعا الديبلوي اللي هو بيقصده هنا عند مايكروسوفت ديبلوي ملف اكس اي فايل او ام اس اي فايل تحديدا، ويقدر يعمل له ديبلوي كسيت اب كامل، يعني يعمل مثلا ديبلوي للاوفيس، تلاقي ان اول مره انت بتشتغل على جهازك بيحصل عمليه انستليشن للاوفيس بشكل كامل بكل الاوبشن بتاعته بكل اسئلته والحاجات دي كلها. لكن طبعا احنا مش قصدنا ده، احنا قصدنا ببساطه نعمل ديبلوي للابلكيشن ده البورتابل اللي هو جاهز، يا دوبك بس هشغل الباتش فايل ده وهو اليوزر بيبدأ الجهاز بتاعه، يعني اليوزر بيعمل لوجن على جهازه، الباتش ده يشتغل، الباتش ده فيه ايه؟ ان هو بيعمل ريجستر للابلكيشن البورتابل ده الموجود على النتورك، فيعمل له شورت كات على الجهاز بتاعه على الديسك توب يحتوي الباص الخاص بالابلكيشن ده، فاليوزر بيظهر عنده الابلكيشن ده بيضغط عليه فبيعمل كونكت على الابلكيشن ده ويفتحه مباشرة بدون ما يحصل اي داونلود او يحصل اي انستليشنز عندنا. طيب مثلا نيجي مثلا على عيوب اللي اسمها الابلكيشنز، ده اللي فيها اليوزرز عندنا، دي العيوب بتاعتنا، فيها بعض اليوزر عايزين نطبق عليها الكلام ده. لما رايت كليك وكريت بوليسي جديده نسميها اي اسم، البوليسي دي هنعمل فيها هندخل فيها السكريبتنج، مش هستخدم هنا التولز اللي هي الانستليشن بتاع مايكروسوفت، لا انا هستخدم هنا جروب بولس العاديه بتاعتنا تماما، هستخدم مش اكتر من السكريبتنج عندنا، سواء من تحت يوزر كونفيجريشنز او من سواء يوزر كونفيجريشن او كمبيوتر كونفيجريشن، ممكن اعمل السيتنجز طبعا على حسب ما انت عاوز تشغل السكريبت ده في الشات داون او في الستارت اب، ده طبعا لو كمبيوتر سيتنج، لكن لو يوزر كونفيجريشنز هيبقى في اللوج اوف واللوج اون، وده اللي احنا محتاجينه بالظبط. هاجي اعمل هنا كده في كل لما اليوزر يعمل لوج اون ايه اللي هيحصل؟ هيشغل ملف السكريبت ده، طبعا ده باص نتورك بتاع البوليسي بتبقى شير جوه السيسفول. هناخد هنا يا جماعة ملف الباتش نحطه هنا، اوكي كده ملف الباتش فايل ده، ومجرد ما اليوزر هيعمل لوج اوف او لوج اون، لوج اون تحديدا ما عملناش في لوج اوف، ممكن تعملها طبعا نفس الاوامر ديت عندك مفيش اي مشكلة، سواء لوج اوف او لوج اون ايه اللي هيحصل؟ هيتطبق عليه الباتش ده وهيشتغل عندك. الباتش ده يعمل ايه؟ هيعمل شورت كات للباص الخاص ببرنامج الويب كام ماكس عند اليوزر، فاليوزر مجرد ما يعمل لوج اوف او لوج اون هتلاقي موجود عنده الابلكيشن ده على الديسك توب عنده، ولو عاوز اشيله بتعمل نفس الامر لكن على يو الابلكيشن ده، اول ما اليوزر يعمل لوج اوف او لوج اون الابلكيشن ده هيتمسح من على جهاز اليوزر عنده، وده اسلوب اللي اسمه جروب بوليسي عندنا. جروب بوليسي هو اندماج بين السكريبتنج والاداه جروب بوليسي. اخر طريقه ودي بنستخدم فيها الثيرد بارتي، الثيرد بارتي ممكن استخدمها عشان اعمل بيها ديبلوي للبورتابل ابلكيشن على الاجهزه، وديت من اولهم من اول ممكن نعتبر ثيرد بارتي للديبلوي الابلكيشن ده زي برنامج الفي ام وير فيو شكل ما قلنا من شويه. برنامج الفي ام وير فيو شرحناه في كورس سابق ان هو عباره عن برنامج اللي بيعمل فيرتشواليزيشن ديسك توب لليوزر، بيعمل ويندوز كده فيرتشوال موجود على السيرفر واليوزر بيأكسس الفيرتشوال ماشين بتاعته دي، ده بنسميها حتى فيرتشواليزيشن للديسك توب. طبعا لها علاقه قويه جدا بالابلكيشن فيرتشواليزيشن، ان احنا الاثنين هنجمعهم مع بعض كده، ان اليوزر ما يبقاش عنده ولا ويندوز على جهازه ولا ابلكيشن، فهنا في اندماج كبير جدا بين الزين اب والفي ام وير فيو عندنا، وفي درس هيبقى موجود على الموضوع ده عندنا واتشرح قبل كده في كورس الفي ام وير فيو ازاي نعمل انتجريشن بالاثنين. فبرنامج الفي ام وير فيو هنا يعتبر ثيرد بارتي بقدر استخدمه عشان اعمل بوش او انستول ديبلوي للابلكيشن الزين اب ده على جهاز اليوزر عندنا. برنامج تاني اللي هو هورايزون ابلكيشن مانجر، كنا بردك الابلكيشن ده عباره عن ابلكيشنز ويب سايت بيتعمل من خلاله بقدر ارفع
او اظهر من خلاله تحديدا الابلكيشن البورتابل، واليوزر ممكن اكس من خلال الويب سايت ده الابلكيشن دي طبعا عن طريق برميشن معين وسيتنجز كتير هنشوفها ان شاء الله. او في شركات تانية زي شركة يونيديسك، زي شركة ليكويد لاب، زي شركة اب سين، كل الشركات دول بتستخدم البورتال او الابلكيشن ده، وتقدر تعمل بيه ديبلوي ومانج الابلكيشن ده على اجهزة اليوزر عندنا في النتورك سواء فيزيكال او فيرتشوال عندنا. يبقى كده شوفنا في الدرس بتاعنا 5 طرق ممكن عن طريقهم اقدر اليوزر يقدر ياكسس الابلكيشن بتاعته. ممكن اكسس الابلكيشن بورتال ده لوكال، او عن طريق الاستريمنج او النتورك او شورت كات، او عن طريق السكريبتنج، او عن طريق جروب بوليسي مع السكريبتنج، او عن طريق ثيرد بارتي اي ابلكيشن تانية بيحصل لها انتجريشن مع الزين اب وتقدر نفتحها من خلال الابلكيشن ديت، تقدر تعمل بوش للبورتابل ابلكيشن ده على جهاز الكلاينت عندك. بكده نكون انتهينا من الدرس الرابع بعنوان ديبلوي بورتابل ابلكيشن. كان معاكم مهندس خالد الدسوقي.